مشاهدينا، احنا لسه بنتكلم عن اهميه مؤتمر كوب 27 واللي بيحصل في شرم الشيخ. كريم بيبرس موجود هناك وهيحكي لنا اكتر ايه التطورات اللي موجوده دلوقتي في قمه المناخ بشرم الشيخ. كريم صباح الخير عليك يا كريم. صباح الخير يا منى، صباح الخير يا احمد، صباح الخير على كل مشاهدي، صباح الخير يا مصر. خلاص ايام وينتهي مؤتمر كوب 27 بعد طبعا مداولات ومباحثات طويله جدا جدا ما بين الدول والخبراء والمنظمات المختلفه للوصول لحلول واقعيه، يعني ممكن فعلا ان هي تتطبق على ارض الواقع بعيدا عن التعهدات المختلفه اللي تم يعني الاتفاق عليها قبل كده وما اتنفذتش فعلا. النهارده يوم مختلف شويه، النهارده يوم خاص بالتنوع البيولوجي. التنوع البيولوجي يمكن من الحاجات الاساسيه جدا 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 في التكيف مع التغيرات المناخيه، خصوصا انه من اكتر الحاجات اللي بتاثر على التغيرات على المناخ بشكل عام او بتؤدي الى تغيرات مناخيه سلبيه هي فكره عدم الاتزان في العناصر البيئيه. والتنوع البيولوجي هنا يعني بيشمل حاجات كتير جدا، بيشمل فكره الحفاظ على الامن المائي، بيشمل فكره الأمن الغذائي، بيشمل كمان الحفاظ على الحيوانات، يعني من الصيد الجائر للحيوانات البرية، الصيد الجائر في البحار، كمان فكرة الحفاظ على الحاجات دي كلها من التلوث. يعني التنوع البيولوجي هيكون النهاردة ليه نقاشات كتيرة جدا جدا وحوارات كبيرة بين صناع القرار علشان يقدروا يحافظوا على النسب الصحيحة، يعني إذا جاز التعبير، ما بين العناصر المختلفة البيئية. امبارح كنا بنتكلم على يوم الطاقة، يوم الطاقة هو يوم مهم جدا برضو لأنه التحول الأخضر هو فكرة التحول للطاقة النظيفة والطاقة الصديقة للبيئة، وكمان كان بجانبها المجتمعات المدنية أو المنظمات المدنية اللي بتبقى موجودة في الشارع عشان تتعامل، هي اللي بتتعامل بشكل مباشر مع البشر وبتقدر تعرف إيه هي المشاكل اللي بتمسهم بشكل مباشر ويقدروا يعرفوا إزاي نقدر نوصل الحلول ليهم برضو بشكل مباشر. أنا دلوقتي موجود يعني هنا من البوابة اللي في ظهري، بوابة خاصة بدخول كل الخبراء أو كل من هو يعني هيحضر كاب 27 ما عدا صناع القرار طبعا، هيقدروا يخشوا من البوابة اللي ورايا دي. الحقيقة إنه لحد النهاردة من أول يوم في المؤتمر لحد النهاردة التنظيم قوي جدا، منظم جدا بإشادة جميع الحقيقة الوفود اللي موجودة، بتكلم على التنظيم اللي بتوصلهم لحد القاعة سواء من الأوتوبيسات المتحركة الصديقة للبيئة، سواء من الشوارع المنسقة والمنظمة، كان في إشادة كبيرة جدا الحقيقة من كل الوفود دي وصولا لبوابات الدخول هنا. خليني كمان يا منى أشرح لك كده اللي حصل خلال اليومين دول واللي مفروض وارد انه يحصل كمان بكره وبعده. بشكل عام كان في اكتر من اتفاقيه حصلت بالفعل ما بين مصر وبعض الدول العربيه، ما بين مصر وبعض الدول الاوروبيه، الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحده الامريكيه، الاتفاقيات دي كلها فيها يعني توجه للتحول للاخضر والتحول لاستخدام الهيدروجين الاخضر، وهو دي الطاقه الجديده لان هي سهل جدا الوصول ليها لان طاقه الهيدروجين الاخضر بتخرج في الاساس من الميه، والميه عندنا في الكرة الأرضية بنسبة كبيرة جدا 70% هي مياه، عشان كده سهل ان هي تكون متوفرة عند يعني معظم الدول زي ما بيقولوا، لو ما كانتش موجودة في البحار او المحيطات موجودة كمان في الأنهار. ولكن بنفس الوقت لازم يكون في حفاظ على الامن المائي، ما يبقاش في يعني ناس تجير اكتر على جيرانها وان هي يعني تاخد اكتر من حصتها، لانه ده جزء مهم جدا برضو من الحفاظ على التغيرات المناخيه ان هي ما تكونش سلبيه، من الحفاظ على الامن المائي يكون متوزع توزيع عادل ما بين الدول. تحول الهيدروجين الاخضر هو مكلف شويه حسب الخبراء، ولكن في الاساس هيقلل الانبعاثات الكربونيه بطريقه كبيره جدا جدا جدا، وكمان هيكون مهم جدا ليه دور عشان وصول التمويل للمشروعات اللي هتوصل للهيدروجين الاخضر. التمويل برضو كان جزء مهم جدا، محور مهم من النقاشات، خصوصا ان الدول كانت تعهدت قبل كده، الدول الرائده والصناعيه، ان هم ب 100 مليار دولار للتعويض عن الدول الناميه الخسائر اللي حصلت لهم بسبب التغيرات المناخيه، او حتى استثمارات جديده، استثمارات خضراء وصديقه
لائقه للبيئه، ان هي تكون يعني جزء من التكيف والخطط المستقبليه للتعامل مع التغيرات المناخيه. ولكن التعهدات دي كلها لسه ما اتنفذتش على ارض الواقع. في ضغوطات كبيره جدا دلوقتي الفتره دي، خصوصا ان احنا في وقت حرج، عشان ينفذوا التعهدات الخاصه بالتمويل، مش بس كده، عشان كمان يوجدوا حلول سريعه وافكار جديده للتمويل، سواء كانت من الشباب، سواء كانت حتى من الرواد او صناع القرار والبلاد الصناعيه الكبيره. كمان الموضوع تحول انه مش بس تمويل مادي، لا، في تمويل كمان افكار، تمويل معنوي، تمويل نقل للخبرات ونقل للافكار ما بين الدول وبعضها البعض. كان كوب 27 فرصه مهمه جدا في اجنحه الدول المختلفه، ان كله بيعرض الافكار اللي عنده الصديقه للبيئه، وازاي نقدر ان احنا ننقل الخبرات دي بيننا وبين بعض الدول، بين بعضها البعض. دي كانت جزء مهم جدا. كمان الشباب اللي موجودين هم يقدروا ينقلوا افكارهم ويشوفوا ازاي ممكن الافكار دي تتطبق بالفعل، وازاي تقدر تتنقل من بلد للتانيه. دي كمان كانت نقطه مهمه جدا كان عليها اشاده. دي بالنسبه للمنطقه الزرقاء. المنطقه الخضراء كمان بتضم فعاليات حلوه جدا على هامش كوب 27. يعني مش بس المنطقه الخضراء معموله من مواد صديقه للبيئه وتم اعاده تدويرها بدل ما يتم دفنها وتعمل انبعاثات كربونيه، لا، كمان في حفلات وفعاليات بتبقى موجوده بالليل علشان كل بلد تقدر تعرض الهويه بتاعتها، تقدر تكلم الناس عن الثقافه بتاعتها. عشان كده كوب 27 بيجمع الناس مش بس الوصول لحلول، لكن كمان عشان فكره يعني تنقل الخبرات والثقافه، كمان تبادل الثقافات. كان في مثلا فعاليات خاصه، لو افترضنا مصر، كان في فعاليات مثلا للفلكلور الاسواني، فلكلور ساحلي اسكندراني، كان في بعض الدول الافريقيه الحقيقه اللي كانت موجوده وعرضت بعض الرقصات والاغاني بتاعتها. عشان كده يمكن كاب 27 بيجمع الناس هنا للوصول لحلول، وكمان يجمع الهدف الاساسي هي الانسانيه، سواء كانت في البلو زون او حتى في الجرين زون. والان برجع لكم مره ثانيه من واحد. كل الشكر ليك كريم بيبرس من شرم الشيخ. واحد من اهم الحاجات اللي احنا شايفينها فعلا في مؤتمر قمه المناخ قد ايه المساحه الشاسعه اللي يعني بيجرى عليها المؤتمر، وشايفين عدد كبير جدا من الابنيه يا احمد قد ايه تم بنائها. صحيح. في وقت قليل جدا. يمكن. كلها مباني معموله بشكل مختلف بطريقه صديقه للبيئه، التوزيع اللي موجود للناس، العدد الكبير اللي موجود هناك، وبالرغم كده احنا شفنا ان مفيش اي تكدس. زمايلنا وهم هناك، انا شفت انت ما سمعتش الشباب يعني اتكلمنا في الموضوع ده اكثر من مره. المساحه الخاصه بالمنطقه الخضراء هي مساحه يعني اكبر من اي مساحه تم تخصيصها في كوب 27، كوب قبل كده يعني مؤتمر تغير المناخ. في كوب 27 مصر بس زودت المساحه اللي كانت مخصصه ل 12000 متر مربع. انت متخيل العدد الضخم؟ يمكن انت قلتي على حاجه اللي حكاها لنا زمايلنا، يعني كنت بهزر معاكي بقول لك شفتيها ولا لا. فكره توافد الناس، التكدس، في عدد كبير جدا، بنتكلم على كل الدول المشاركه، بنتكلم على 450 قناه اعلاميه موجوده لتغطيه هذا الحدث الاكبر في العالم تحديدا، ورغم ذلك مفيش اي نوع من انواع التكدسات. في شباب مصري جامعي مثقف واعي يتحدث أكتر من لغة علشان يقدر اللي هو يدل أو يرشد الوفود اللي موجودة داخل هذه المنطقة تحديدا. ويمكن حاجة من الحاجات الطريفة اللي قالها لنا يعني زميلنا باسم عزمي، قال لك إن حتى هناك لو حاجة تم فقدها أو ضاعت بتبقى سهل جدا إن أنت تحصل عليها، علشان في فكرة سيستم معمول، وفكرة يعني الناس عندها وعي وعارفة ازاي تتعامل مع المعلومات المحددة بتخليك تقدر تتعامل مع المواقف سريعا، وتقدر يعني تريح اللي قدامك سريعا وتوفر له خدمات كتير.